بسم الله الرحمن الرحيم. البنات اللي طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن حملات الصدر واشكال البرا اللي احنا ممكن نجيبها بالنسبه للعرايس اللي عايزين حاجه يعني ايه دلع في البيت كده، ده ممكن حاجه من اللي هي الحاجات اللي زي دي. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ده كده المبطن اللي هو يعني ايه، ولا بيكبر حجم صدر ولا بيصغر، هو بيعمل شيب حلو وبيظبط الشكل. ده كده اللي هو ايه شويه من جوه، يعني تلاقوه من جوه كده فيه زي مخدات صغيره، ده اللي هو الماكس مايزر اللي هو بيكبر الشكل. فيه بيبقى بحديده كده من هنا زي ده كده، هو ده بيبقى بحديده، ده برده هو ده مبطن وفيه ايه وفيه دانتيل كده. لو عايزين حاجه تحت التيشيرت عشان ما يبقاش مكلكع وكده، هاتوا حاجه ما يبقاش فيها ستان، يعني الستان ده غالبا لو انت لابسه خفيف او تيشيرت قطن بيبان من تحتيه، لكن حاولي هاتي الحاجات اللي هي ايه ساده من هنا كده. طبعا لو نحاول يبقى عندنا البيج والابيض والاسود، لو لابسين فاتح لازم نبقى لابسينه فاتح. المحل ده اسمه جراند سيل، هو في 6 اكتوبر، عارفين في الحي السابع، مدخل الحي السابع اللي هي قدام الاسم، وانا هصوره لكم برده ايه من بره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو اللي كل البنات وكل العرايس طلبته حملات الصدر وانواع حملات الصدر واشكال حملات الصدر وازاي نختار حماله الصدر المناسبه. طبعا ايه، انتوا اكيد شفتوا مقدمه الفيديو، ولازم طبعا قناه ياسمين تبقى قناه مميزه، واصور لكم من اماكن عشان تشوفوا اشكال لحملات الصدر. لو انت اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس، والبنات اللي متابعاني والستات اللي متابعاني واللي كانت طالبه الفيديو ده تعمل لي لايك. انا بتعب وبروح اصور لكم حاجات ومش شايفه نتيجه التعب ده. فين اللايكات؟ فين الشير لاصحابك؟ فين الشير لصاحباتك وبنت عمك وبنت خالك؟ فين؟ يعني انا عايزه اشوف، انا عايزه يعني اثبتي وجودك على القناه في اسره مع ياسمينه، وعايزه كده ايه الشيء اللايك يبوظ من الفيديو. يلا بقى بينا ايه نبدا ايه كده ايه على طول. طبعا ايه ده اول فيديو كده، واوعدكم ان انا هعمل لكم بقى حبه فيديوهات يعني ورا بعض كده سكر زيكم، بس عايزه لايك وشير للفيديو. ده ايه الدلع اللي انا فيه ده؟ طب المهم ايه، نبدا كده. حماله الصدر حاجه بنلبسها عشان تشد لنا المنطقه، ترفع لنا المنطقه، تعمل دعم لعضلات ايه على عضلات ظهرنا. طب لو انا حجم الثديه عندي طبيعي او متوسط، اوكي. لو انا الحجم كبير ليه حاجه، لو انا الحجم صغير ليه حاجه، يعني كل واحده حسب طبيعه ايه، حسب طبيعه جسمها. لو انا حجم الثديه عندي اللي هو المتوسط الطبيعي ده، انا هقدر طيب احدد ده من ايه؟ هتحددي حضرتك اني يعني ايه، هتحددي ازاي مقاس البرا وانت رايحه. هتجيبي مازوره. طب المازوره دي شكلها ايه؟ طب استنوا اجيب لكم المازوره. ده شكل المازوره اللي هي كده، اللي هي اسمها بالانجليزي عشان لسه كنت قاعده بذاكر للعيال، ميجرنج تاب. ميجرنج تاب صح، ادي الميجرنج تاب ولا ميجرنج تيب، ادي الميجرنج تيب. وهنروح جايين كده واحنا في الحمام بقى ومش لابسين اي حاجه، وهروح ايه عامله كده وقايسه المحيط. طب انا انزل لكم الكاميرا كده، سوري انا الدنيا ايه مكركبه عندي عشان انا ايه بنقل في شقه ثانيه، فكويس ان انا عارفه اصلا اصور لكم فيديوهات. خلاص يبقى انا وانا في الحمام ومش لابسه اي حاجه، هاجي كده من تحت منطقه الثدي واروح كده ايه، واخدين انتوا بالكم، واروح ايه قايسه كده، اروح قايسه كده، هيطلع ايه، يطلع مثلا يطلع 90، يطلع 70، يطلع 80. يبقى انت المقاس بتاعك 70 80 90 زي ما يطلع. وبعدين هنروح قايسين من هنا كده اللي هي بقى عند الصدر، وليها بقى حسبه كده انتوا دوروا عليها في جدول هيديكي مقاس الايه الكب. يعني معنى كده ان احنا في موضوع البرا ده عندنا مقاسين، المحيط دوت يعني المحيط اللي احنا بنحدد بيه، وكمان اللي هو دوت كده اللي هو ايه الكب.
المحيط ده بيطلع 70 80 90، لكن ده اسمه الكوب A B C D كده. السي البي والسي اللي هو المقاس المتوسط، البي والسي المقاس المتوسط، الاي اللي هو المقاس الصغير، الدي بقى اللي هو المقاس ايه المقاس الكبير شويه. طب لما بنيجي نلبس البرا، في ناس عادي عندها انها تروح لابساه كده وعندها لياقه بدنيه ان انا الف ايدي كده واروح قافله الكوبشه بتاعته خلاص براحتنا، لا انا ما بعرفش اعمل كده وما عنديش لياقه بدنيه ان انا اعمل كده، يبقى حضرتك هتلفيه على وسطك، هتلفيه على وسطك كده، هتلفيه على وسطك كده وتقفلي الكوبشه بتاعته خلاص، وبعد كده تجيبيه ايه لقدام وتلبسيه. طب المفروض انا لما في المحل اقيس او يعني المقاس اللي يجي عليا مظبوط ان انا احدده، ان انا يعني ايه المقاس يطلع مظبوط على الكوبشه الاولانيه دي خلاص، يبقى كده اللي هي الكوبشه الاولانيه كده المقاس مظبوط. طب انا ليه اظبطه على اول مقاس؟ عشان البرا بعد ما هتستخدميه بفتره هيريح لان كله اساتك، فتروحي مضيقاه على الثانيه على الثالثه، يبقى انا لما اجي اقيس اظبط على اول ايه درجه. بالنسبه للانواع، الناس اللي حجم الثدي عندهم متوسط عايزه تلبسي اللي هو مش مبطن اوكي، عايزه تلبسي المبطن العادي اوكي، يعني المبطن اللي هو زي ده، المبطن اللي فيه ايه طبطينه كده، ده كده هو اللي ايه اللي مش مبطن، اللي هو الحجم عندهم متوسط، دي حريه شخصيه او حسب ما هم يستريحوا، اللي هو المبطن كده او ايه او كده، وفي اللي هو فيه حديده من هنا زي واير كده، وفي اللي هو مفهوش، يعني ده اسمه بوش اب، لانه هو الحديده دي بترفع الصدر، لكن ده كده مبطن بس مفهوش ايه مفهوش حديده، لان في ناس الحديده دي بتخنقهم او بتبقى طبقه على نفسهم، طبعا ده لو مش المقاس ايه لو مش المقاس مظبوط. حماله الصدر احدد انها ترفع ازاي؟ التحكم في الرفع بيكون من هنا، يعني ان الصدر يكون مشدود او يكون مدلدل كده على حسب ان انت بتظبطي من هنا، تروحي مطلعاها لحد هنا لحد هنا لحد هنا حسب ما انت عايزه كده. يعني احنا المفروض لما بنجيب البرا بنبدا نحدد تظبيطه ان هو يبقى مشدود قوي، يعني اللي هو ايه شد عالي ولا شد متوسط ولا كده، من ايه من الحته دي، مع طبعا ايه موضوع الـ 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 الحديده اللي هنا دي بيرفع كده وبرده ايه بيظبط المقاس. الالوان الاساسيه اللي تكون عندك الابيض والبيج والاسود، لابسه غامق هتلبسي اسود، لابسه فاتح هتلبسي بيج، لابسه ملون البسي ابيض اوكي تمام، يعني اللي لابسه ابيض تلبس تحتيه بيج ما تلبسش ابيض، يبقى اللي لابسه غامق هتلبس اسود، اللي لابسه ملون هتلبس ابيض، اللي لابسه ابيض تلبس تحتيه بيج ما تلبسي ايه ما تلبسش ابيض. عملتي لايك ولا لسه ما عملتيش؟ بتنسوا. مشكلة معظم البنات والستات ان لما بلبس برا مش مقاسي الاقي فيه بظابيز من هنا وبظابيز من هنا، المفروض حضرتك وانتي لابسه البرا ولا في حاجة باظة من هنا ولا في حاجة باظة من هنا، يكون المنطقة دي لما الصدر كله، يعني الصدر كله جوه المنطقة، لكن حاجة طالعة من هنا لا، حاجة طالعة من هنا لا. طب ايه الحاجات اللي اراعيها وانا بشتريه؟ ان مثلا ايه جنب كده الحته دي بيبقى فيه، عارفين دي كده بتبقى دعامه، الدعامه دي عايزه اقول لكم انها بتمسك المنطقه دي وبتظبط البرا من هنا، يعني الناس اللي رفيعه مش هيبقى عندها مشكله، لكن الناس اللي شويه بيبقى عندها لحم زياده في ظهرها من هنا تحاول تجيب البرا في دعامه او دعامتين كمان، لان الدعامات دي بتمسك الحته ايه اللي من هنا كده دي، فما بتخليش حاجه ايه حاجه تطلع. الناس اللي بشرتها حساسه تختار خامه قطن، يعني بصوا خامه ده كده ايه قطن، دوت كان من لسو، طبعا الناس اللي هنا في مصر لسو تعتبر شركة حلوة جدا، الخامات بتاعتها قطن اسعارها معقولة عن الحاجات طبعا اللي هي ايه مستوردة. بشرتك ما فيهاش مشكلة خلاص هاتي، ممكن تجيبي حاجة فيها دانتيل حاجة نايلون كده طالما ما عندكيش مشكلة. بالنسبه للعرايس هاتي حاجات منقوشه كده فيها ورد، هاتي حاجات فيها دانتيل مفيش مشكله، لكن البرا بتاع الخروج هيبقى بيزك، يعني هيبقى ساده مفهوش اي حاجه. هوريكم شكله.
طب انا ايه، بصوا مش لاقيه اللي هو البيزك ده. المهم يعني يبقى عندك هو لونه بيج، زي اللي ظهر في اول الفيديو في التصوير، اللي هو البيج الساده اللي انا قلت لكم عليه، هو دوت ايه البيزك. احنا اتكلمنا على الناس اللي هو الصدر متوسط او الحجم يعني اللي هو ايه المعتاد. لا انا حجم صدري صغير شويه، يبقى حضرتك هتجيبي البرا في بوش اب، هتجيبيه من جوه بصوا مبطن بس تبطينه تخينه، وساعات كمان بيبقى فيه من هنا زي ايه مخده هاف كده، يبقى ايه، يبقى فيه بوش اب، يبقى فيه التبطينه بتاعته تخينه، وساعات كمان بيبقى من جوه كده مبطن. لكن انا بصراحه لا افضل الموضوع دوت، وده انا بعتبره غش، لان ما ينفعش ان بنت في سن الجواز وعلى وش خطوبه وتروح هي لابسه البوش اب ولابسه السفنج ولابسه ده. وطبعا بصوا العريس هيتجوزك عشان اخلاقك وادبك وتعليمك وكل حاجه، لكن معلش الراجل راجل، برضو الراجل بيبص وليه متطلبات في الست اللي هو هيتجوزها. فانا ما اروحش بقى اغش العريس وابقى انا عندي مشكله او حجم صدري صغير، ولا رحت لدكتورة نسا، ولا رحت لدكتور غدد صماء، ولا شفت ايه المشكله اللي عندي، ولا اتغذيت كويس، ولا كلت وضعفانه لان اصلا الصدر ده عباره عن دهون. فحضرتك حجم صدرك صغير، لازم تروحي تشوفي الموضوع ده. يعني اسألي ماما وانت صغيرة، يا ماما كان حجم صدرك صغير؟ لو مامتك او خالتك او عمتك كان حجم صدرهم صغير، حضرتك هتطلعي زيهم، لان غالبا البنت بتطلع يا امها يا لعمتها يا لخالتها. وحتى البنات اللي حجم صدرهم صغير، حضرتك خليكي واثقه من نفسك، ما تشيليش خالص، بس اهم ما تشيليش خالص في دماغك، اهم حاجه روحي اطمني على نفسك. لقيتي انت هرموناتك حلوه وكل حاجه، بس الدكتور قال لك اتغذي وكلي ومش عارفه ايه، ده بس نقص تغذيه، كلي يا ستي. حضرتك بعد الجواز والحمل والولاده والرضاعه والكلام ده كله، حجم صدرك هيكبر وهياخد شيب وهيزيد، ويعني ايه هتقولي فين ايام ما كان صغير. فما تحطوش في بالكم، بس اهم حاجه روحي للدكتور شوفي صدري صغير عشان انا ما باكلش، ولا عشان انا طبيعه جسمي كده وهرموناتي كده وهو خلقه ربنا كده، وخلاص بعد الحمل والولاده والكلام ده كله هتتظبطي وهتبقي زي الفل. فبختار حاجه كده بس عشان تظبط الهدوم وتظبط الحاجه، لكن ما اعتمدش على ده، ما غشش العريس واقول له ان انا عندي حاجات وبعد كده ايه كل شيء ينكشف انه يبان. حاولوا في موضوع البراهات ده هاتوا ماركات حلوه وحاجات كده ايه تستحمل، لو حاجه للبيت ممكن بقى حاجه في المتناول كده يعني ايه ما نعملش. طب البنات بقى اللي بتلبس ايه حاجات مفتوحه او ديكولتيه او حاجه كده، ده مثلا ايه شكل من الاشكال الحلوه جدا اللي بتلم الدنيا، وعايزه اقول لكم ان هي فيها من هنا ممكن تتلبس يا اما بالحمالات الشفافه دي، يا اما حتى لو عايزه تشيلي الحمالات ولابسه حاجه ديكولتيه او حاجه مفتوحه كده، بيبقى فيها زي هنا كده زي رابر او زي عارفين زي الاستيكه، لما بتلبسيه على جسمك عايزه اقول لكم ان هو بيقفش كده في الجسم وبيمسك. حتى اللي العرايس اللي انت في البيت لابسه فستان كاب كده او حاجه كده، برده ايه بيبقى ايه بيبقى حلو قوي. طب الناس بقى اللي حجم صدرهم كبير هنعمل ايه؟ حجم بقى الصدر كبير، لا بنلبس برا اسمه مينيمايزر. يعني انا صدر كبير يبقى عايزه ايه، عايزه اصغره، يبقى لازم ان انا اعمل ايه، ان انا اجيب طبعا لا يمكن هجيبه مبطن، يعني اللي صدرها صغير هتلبس مبطن، لكن اللي صدرها كبير لا يمكن تلبس برا مبطن، لازم البرا يبقى خفيف كده خفيف. ويا سلام لو الاكرة زي ده وبيمط، هيحتوي الصدر جدا. عايزه اقول لكم ان البرا المينيمايزر بيصغر حجم الصدر تقريبا 50%، يعني الناس اللي هي يعني معشراكي وعارفاكي وعارفه ان حجم صدر كبير، لما هتشوفك كده ايه لابسه والدنيا مظبوطه عندك هتقولك انت وديتيه فين، يعني اتشفط، يعني بيصغر حجم الصدر 50%. يبقى لازم ان انا اجيبه خفيف، اجيبه بنحاول ان هو اجيبه بيمط كده، سواء عايزه بقى تجيبيه من غير الحديدة او بالحديدة زي ما انت عايزة. حاولوا طبعا لو انت مليانة تجيبيه من هنا في الداعم ده اللي هو بيمسك من هنا، نحاول نختار هنا يبقى الكباسين بتاعته 3 أو 4 عشان برضو يبقى ماسك من الظهر. في انواع من الظهر بتبقى العادي اللي احنا متعارف عليه، او بتبقى زي علامة الاكس كده عشان تعمل دعم لفقرات الظهر.
البنات بقى اللي عايزه تبقى في البيت لابسه برا او يعني ايه، تبقى يعني مش متكتفه كده، حاولي في البيت البسي الحاجات اللي هي السوفت برا، يعني زي ده كده اهو، ده كده سوفت برا، وبصوا من الظهر عامل ايه، بيبقى حلو قوي وماسك وجميل، وايه الحاجات دي في متناول الجميع، اللي هي الحاجات الصيني اللي يعني بنلاقيها عند اي حد، دي يعني سعرها مش غالي ولطيفه جدا في البيت، اللي هو ايه السوفت برا. وكمان الانواع ده اللي هي الانواع برضو التركي دي بتبقى مش غاليه، في حدود 50 60 جنيه، عادي قوي ان انا دي بقى البسها في البيت. يعني الانواع اللي زي دي للبيت، انا مش عايزه اسيبهم منطلقين كده، وعايزه الدنيا تبقى ملمومه ابقى قاعده كده شكلي حلو، انا بنوته وبتكسف عشان بابا واخواتي الصبيان والحاجات دي كلها، يبقى السوفت برا ده انسب حاجه تلبسيها في البيت. لكن الخروج يبقى لازم ابقى لابسه حاجه مظبطه الدنيا عندي، في نفس الوقت تكون مريحه. ممنوع ننام بالبرا، ممنوع 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 ننام بالبرا، عشان برضو ايه بيأثر على الغدد، وممكن يعمل حاجات يعني ايه لا قدر الله في الثدي. انتظروني في فيديو تاني هنتكلم على حاجات تانية، وهنتكلم على المراهقات ايه الحاجات المناسبة ليهم. يعني بقى مش عايزة احرق الفيديوهات اللي جاية، مين اللي عجبها الفيديو وعملت لايك وكتبت لياسمينة تعليق حلو وشير لكل اصحابكم، شكرا ليكم.